طيب، معهد الدراسات معهد الأمريكي لدراسات الحرب قال أن هناك فرق ما بين الأسلحة النووية والأسلحة النووية التكتيكية. الأسلحة النووية ربما لا تلجأ إليها روسيا، ولكن الأسلحة النووية التكتيكية التي تحمل رؤوس نووية صغيرة جدا قادرة على الإضرار بمقاطعة ما أو مكان ما دون التسبب في إضرار كبير لما حولها، هل من الممكن أن نجد بعد هذا الاستفزاز الكبير الغرب لروسيا إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية؟ في معظم الأحوال عندما تتكلم القيادة الروسية عن استخدام الأسلحة النووية تشير إلى تعني الأسلحة النووية التكتيكية بالتحديد. و سابقا منذ لا تذكر أعتقد في نهاية الخريف في نهاية الربيع ربما في شهر مايو قال مثلا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا ستقوم برد فعل إذا استخدمت روسيا الأسلحة بغض النظر عن نوعها، كانت تكتيكية أو استراتيجية أو عابرة للقراض. والقيادة الأمريكية أيضا عبرت عن مثل هذه الأفكار.